خليكم معايا على الكومبيتيشن، برجع على نفس الكومبيتيشن، بروح بفتح نوت بوك جديد، تمام؟ بكون هداك الأولاني أنا أوريدي عملت له داونلود، بختار هنا فايل داونلود بهذا الشكل، بنزل لي إياه، وهنا بعمل نوت بوك جديد وبختار إنه أعمل فايل أبلود، بدل ما أعيد كتابة الكود كله بس هغير إنه بدل ما XG Boosting هستخدم Random Forest. فهيو عندي بعمل له أبلود بتغير كل الكود، حمل لي كل الأكواد، تمام؟ فهنا بغير الكيرنل نفس النيم، وهنا بضيف Random Forest، وهنا في النيم بغير انه XGBoost XGB. طيب الان نشغل هذه الواي وهذه الاكس، وهذه إذا في missing في الواي ما فيش، وهنا عملنا select the numeric، شفنا shapes وشفنا نسبة ال missing في الثلاث attributes هدول. حقيت هنا في random forest ما فيش learning rate، تمام؟ فبروح هنا برجع على documentation إنه على scalar بكتب random forest regressor ما فيش learning rate. ايش في عندي؟ في عندي max depth وفي عندي max leaf node، فبنغير هذه ل max leaf node، في min وفي max، max leaf node، فبنختار مثلا باراميتر انه max leaf node، وحتكون نفس هذا النظام بدل ما هو floating point، ونبدا انه الماكس ليف نود انه ماكسيموم انه يكون 2 عند كل وحده، اخر وحدات انه تنتين لغايه هي هذا الرينج الصغير بالمناسبه، يعني هنا بدي اخليه 200، هاي 201، تمام، وهذا 20 خليه 10، وهنا كل مره ازود 5 مثلا، هنا ازود 5 كيف؟ كيف؟ ايش السبعة؟ وين؟ من 2 ل 10 وبزود 5، مظبوط، 2 و7، هاي ببين معايا، هنا 100 200، هنا 2 و7، وهنا 3 أرقام 6 و6 و16، فهذه بشطبها، وهنا from ASCII learn.ensemble import random forest regressor، وهذه بتصير انه الاستيميتور random forest regressor. هنا في الفت حيصير في معي مشكلة، حيقول لي انه في missing، جاوزها، لا طلع مشكلة، طلع مشكلة عشان موضوع ال missing. أقول أنا ما قرأتش الإيرور، أوكي، نعم
missing. تمام. هجيت نعمل drop لهدول الثلاثة columns ونريح رأسنا. هذا بيتطلب إنه هنا في التست أنا مأخر التست هنا لتحت. هاي خلينا نقرأه هنا ونحدد النيوميريك، وهنا بدي أحط الكود نفس الكود اللي فوق اللي بيجيب لي هذا. طيب ما دام انه هديك انه هي اصلا تريننج، ممكن اعملها امبيوتيشن، وهنا بطبق الامبيوتر انا عندي. فهنا هنا بنروح from haskell learn ايش سمبل امبيوتر، بعرف منه اوبجكت وايش الاستراتيجي. هذا كله من نيوميريك، نختار مين يبقى، ما فيش داعي انه نمرر استراتيجي لانه هو الديفولت. بعدين computed أو هذه xnum underscore imputed بتساوي بديت data frame و impute fit transform. ما قديش 60 فيتس، خلص 24، واخد معاه 6 ثواني، هيك خلص 60 من 60. بيست باراميترز 200، يبقى هنا بدي استبدله ب ماكس ليف نود البيست. سبعة والماكس ديبث 6. فاينل موديل انه بده يكون راندوم فورست ريجريسور، ماكس هيك. بنقرأ التست وهنا بنجيب النيوميريك منهم، وهنا في ميسنج كتير ككولومز يعني. هنا بنطبق الامبيوتيشن عليها، فهنا بحكي انه اكس تست امبيوتد بتساوي بي دي
نفس الامبيوتر ترانسفورم. هيك ما فيش غش. هاي شو هذا؟ تمام. وهنا نعمل بريدكت لهاد نعمل في خلل. كيف؟ بترجع بتغير اسماء الكولومز، بتغير اسماء الكولوم، فبدي ارجعهم. فبحكي هنا النود كولومز هيك رجع. هذه كمان في الترين يفترض انه انا عملتها. هجيت هو بحكي لي انه لازم تكون نفس اللينث، فهنا ممكن اجيب اللينث تبع هاي معقول تيست 1400. لا هاي الاكس تيست 1459 في رو جاي زيادة. كيف؟ ما هي لا هي حطيته الاي بي لانك سكول. اوكي مزبوط مزبوط. فهنا بدي ارجعه انه اكس تيست اكس تيست. هنا في مشكلة صارت. هذه يفترض تكون هيك وهذه هيك. بس انه صار في يعني خربطة، فخليني اعمل ريستارت. نعم run all. هيك مضبوط اللينث 1500 1459. هيك جبنا الاي دي تبعه وهيك انه رايت دان. هيك اتس دان. انحلت كل ما بس انه ريستارت لانه استخدمت اسماء متغيرات غلط، فبالتالي انه ضل الداتا فريم موجود في الذاكره، فاحسن حل له ريستارت. هيك بقدر اعمل سبميت. بس بدي ارجع هنا اقول 1001
وهنا نحط لغاية قديش الماكس ليف نود لغاية 73 وهنا 70 نفس الكلام نشوف ايش بيطلع معنا. الكاجل بديني 9 ساعات انه اشتغل في الباتش مود انه في السبميت والكوميت هنا بديني 9 ساعات. فاذا اذا اذا لقيت انه عدد البارامترز انه كثيره واخذ وقت طويل اطول من 6 ساعات بحاول اقلل من البارامتر هذه عشان التزم في ال9 ساعات عشان ما يسكرش ما يعمليش لوك داون للسبمشن تبعي. فهيك نعمل سبميت. هيك بكون خلص جربنا الجريد سيرش. اسهل بكثير انه انا بدل ما انا اعمل نستد لوب وبقدر هنا اضيف البارامترز اللي انا بدي اياها اللي بدي انا حابب اعملها تونينج بس انه مجرد انه انا اضيفها في الديكشنري زي هيك بحط قد ما بدي بارامترز هو لحاله بروح بجيب كومبينيشنز وبطبقها تمام.